السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وحبايبنا طلاب تالتة ثانوي، المحاضرة دي هنسميها محاضرة اسمها محاضرة ما قبل التكاثر. محاضرة ما قبل التكاثر. بص، أنا تعمدت إن أنا ما أجيبش صور ولا أجيب أي رسومات في المحاضرة دي، لأننا يعني إحنا محتاجين إن إحنا نفهم أهم من أي حاجة، بالرغم ان انا خطي مش احسن حاجة والرسومات اللي هرسمها برضو مش هتكون احسن حاجة، بس انا محتاجك تفهم معايا اكتر ما تشغل معايا الذاكرة التصويرية. عشان كده يعني زي ما بيقولوا كده احنا هنبتدي على صفحة بيضاء، وهي فعلا صفحة بيضاء اهيت، هنكتب فيها كل الكلام المهم اللي احنا هنحتاجه معانا طول طريقنا في فصل التكاثر. عشان كده بقول لك المحاضرة اسمها محاضرة ما قبل التكاثر، ما ينفعش نبتدي التكاثر من غير ما نفهم الكلام اللي هنشوفه في المحاضرة ده. طيب مبدئيا كده انا عندي الكائنات الحية بقسمها لنوعين، يبقى انا همسك الكائنات الحية هقسمها لنوعين. كائنات هقول عليها اوليات النواة او بدائيات النواة، وكائنات تانية بقول عليها حقيقيات النواة. حقيقيات النواة برضو اوليات النواة ممكن اقول عليها بدائيات النواة. مين هي بدائيات النواة؟ هي الكائنات اللي لا التي لا تحتوي على نواة، لا تحتوي على نواة، نخلي بالنا مش بتحتوي على نواة ولكن بتحتوي على مادة وراثية. بمعنى مثلا ده كده كائن أول النواة، بيكون عنده دي خلية اهيت، بيكون عنده سيتوبلازم، المادة الوراثية بتاعته اللي هي الدي ان ايه بتكون موجودة مباشرة داخل السيتوبلازم. يعني دي كده المادة الوراثية بتاعته بتكون موجودة جوه مين؟ جوه السيتوبلازم. طب هو عنده نواة؟ لا ما عندوش نواة، وبالتالي هو بيحتوي على مادة وراثية ولكن بتكون موجودة مباشرة في السيتوبلازم، يبقى لا يحتوي على نواة، يعني لا يحتوي على غشاء نووي، ولكن المادة الوراثية، المادة الوراثية مالها؟ توجد مباشرة في السيتوبلازم. طيب وكمان الكائنات اوليات النواه لا تحتوي على كثير من العضيات الغشائيه، يعني ما عندوش بلاستيده خضراء، ما عندوش مثلا ميتوكوندريا، وبالتالي كمان ايه؟ لا يحتوي على الكثير من العضيات الغشائيه. طيب انما الكائنات حقيقيات النواه، لا الكائنات حقيقيات النواه هي كائنات كتيرة بتحتوي على نواة. يعني مثلا لو في كائن، خلي بالك حقيقة النواة دي ممكن تكون وحيدة الخلية، ممكن تكون عديدة الخلايا، إنما أوليات النواة ده هي بتكون وحيدة الخلية فقط، وحيدة الخلية فقط. يعني وحيدة الخلية فقط يعني جسم الكائن كله على بعضه خلية واحدة، فبنقول عليه وحيد الخلية. لكن حقيقية النواة هي بتحتوي على نواة، بس الجسم ممكن يكون وحيد الخلية وممكن يكون عديد الخلايا. يعني مثلا تلاقي كده لو مثلا وحيد الخلية اهوت، فبتلاقي جواه نواة، بتلاقي فين نواة؟ هنا كده النواة دي بيكون فيها المادة الوراثية، دي كده المادة الوراثية. بنلاحظ ان المادة الوراثية بتتنظم في شكل صبغيات، يعني بيحتوي على صبغيات. طب ايه هي الصبغيات دي؟ اللي هي الكروموسومات، الكروموسومات. انما انا عندي الدي ان ايه او المادة الوراثية في اوليات النواة لا تحتوي على صبغيات، هي لا تحتوي على صبغيات، او بالمعنى الاصح بنقول ان الدي ان ايه لا ينتظم في شكل صبغيات. الدي ان ايه او المادة الوراثية لا ينتظم في شكل في شغل صبغيات، فبتلاحظ ان هو بتلاقيه عامل كده على شكل حلقه، والحلقه دي ملهاش بدايه ونهايه. لكن هنا شكل الدي ان ايه او الماده الوراثيه في حقيقيات النواه بتلاقيها عامله كده، صبغي او كروموسوم، بيكون ليه بدايه وبيكون ليه نهايه، لكن هنا مفيش ولا بدايه ولا نهايه، ممكن تلاقيه عامل شكل الحلقه كده وممكن تلاقيه عامل شكل اسطوانه كده، المهم ان هو ملوش بدايه ولا نهايه. طيب من امثله الكائنات البدائيات طبعا اللي هي او بدائيات النواه اللي هي البكتيريا، وهي البكتيريا فقط اصلا، يعني اوليات النواة اللي هي البكتيريا بس، مفيش اي حاجة تانية غير البكتيريا بتكون اوليات النواة.
انما انا عندي حقيقيات النواة. لا، حقيقيات النواة بقيت بقى الممالك. انا كنت واخد 5 ممالك في التصنيف في سنة اولى. في سنة اولى خدنا 5 ممالك. اول مملكة كان اسمها مملكة البدائيات، اللي هي البكتيريا. كنا بنحفظها ب ب بدائيات بكتيريا. فالبدائيات اللي هي البكتيريا كلها اوليات النواة. انما بعد كده معايا 4 ممالك، وهم مين؟ وهم الطلائعيات، ومعايا كمان فطريات، ومعايا نبات او نباتات، معايا حيوانات. دول ال4 ممالك اللي بيكونوا حقيقيات النواة، كلهم بيكونوا حقيقيات النواة. طيب، يبقى احنا كده عرفنا الفرق ما بين اوليات النواة وحقيقيات النواة. وخلي بالك برضو، حقيقيات النواة بتحتوي على عضيات غشائية. يعني بتلاقي فيه مثلا، ممكن تلاقي هنا ميتوكوندريا، تلاقي مثلا بلاستيدة خضراء لو كان في النبات ولا حاجة، وبالتالي بتحتوي على عضيات غشائية. يعني عضيات بتكون محاطة بغشاء زي الميتوكوندريا والبلاستيدة الخضراء وغيرها. طيب، بالنسبة لشكل الدي ان ايه، شكل الدي ان ايه بيكون في اوليات النواة عامل ازاي، وشكل الدي ان ايه بيكون في حقيقيات النواة عامل ازاي تاني. يعني الحتة دي احنا قلناها، هنراجع عليها تاني. ده شكل الدي ان ايه اللي هي المادة الوراثية. المادة الوراثية بتكون في اوليات النواة، بتنتظم في شكل ايه، حلقة. بتلاقي حلقة كده ملهاش لا بداية ولا نهاية. لكن الدي ان ايه في حقيقة النواة بيكون على شكل صبغيات. صبغيات. طيب، انا عندي بشكل عام، يعني المادة الوراثية بشكل عام في اوليات النواة بتكون نون. يعني بتكون احادية المجموعة الصبغية. احادية المجموعة الصبغية. لكن في حقيقيات النواة بتكون 2 نون. وهنفهم يعني ايه نون، وهنفهم يعني ايه 2 نون. كلمة 2 نون يعني ثنائي المجموعة الصبغية. يعني بياخد نون من الأب بشكل عام، برضه نون من الأب ونون من الأم. يبقى نون من الأب ونون من الأم، ويكون لي فرد جديد. الفرد ده بيكون 2 نون. إنما أولية النواة لا، هو نون واحد بس، فنقول عليه أحاد المجموعة الصبغية. لكن ده بيكون ثنائي، معظمه ثنائي المجموعة الصبغية. طيب، الدي ان ايه بيكون في اوليات النواة لا يرتبط بهستونات. يعني ايه؟ بص كده، لو دي مثلا خلية معايا اهيت. الخلية دي اصلا انا ما اقدرش ان انا اشوفها بالعين المجردة. يعني بتكون حاجة صغيرة جدا تقدر بالميكروجرام. لو جيت ان انا اجمع، لو دي مثلا من حقيقيات النواة، بيكون جواها دي ان ايه. طيب، لو انا بدأت ان انا اجمع الدي ان ايه ده واربطه مع بعضه، هيديني طوله هيكون 2 متر. طب ازاي تفهمني كده ان في دي ان ايه طوله 2 متر موجود جوه خليه انا اصلا مش بشوفها بعين المجرده؟ هقول لك، بسبب حاجه اسمها التكثيف. ايه هو التكثيف؟ ان انا بمسك مثلا شريط الدي ان ايه ده كده، وابدا ان انا اجيب بروتينات اسمها بروتينات هيستونيه وبروتينات غير هيستونيه. بتلاقي كده بروتينات اهيت، وابدا ان انا اكثف حواليها الدي ان ايه. امسك الدي ان كده واكثفه حواليها. فلما بكثفه حواليها بيديني حاجه اسمها الصبغيات. بيديني حاجه اسمها ايه؟ الصبغيات. يعني ده كده شكل مين؟ شكل البروتين الدي ان ايه اللي متكثف علشان يديني الكروموسوم او الصبغ ده. وبالتالي كده انا عندي اوليات النواه لا تحتوي على بروتينات هيستونيه. يبقى لا تحتوي على هيستونات، لان الدي ان ايه عندها مش بيتكثف. انما في حقيقيات النواة الدي ان ايه بيتكثف، وبالتالي تحتوي على هيستونات، يعني بروتينات هيستونيه. دي شكل البروتينات الهيستونيه اللي بتكثف لمين؟ الدي ان ايه، عشان اقدر ادخله جوه خليه. طيب، في مصطلح معايا مهم جدا محتاج ان انا افهمه عشان هيلخبطني كتير. في عندي كائنات اسمها الاوليات الحيوانيه. الاوليات الحيوانية. ايه هي الاوليات الحيوانية دي؟ الاوليات الحيوانية، او برضو في كائنات تانية اسمها اليوجلينات. الاوليات الحيوانية هي عبارة عن كائنات وحيدة الخلية. كائنات وحيدة الخلية، يعني جسمها كله عبارة عن خلية واحدة. ماشي، بس خلي بالك هي من حقيقيات النواة. من حقيقيات النواة يعني بيكون عندها غشاء نووي. يعني المادة الوراثية بتاعتها بتكون موجودة جوه نواة. فتلاقي هنا في الدي ان ايه داخل مين؟ داخل الغشاء النووي. غشاء نووي.
وبالتالي كده لما تسمع كلمة أوليات حيوانية اوعى تفكر إن هي أوليات النوايا، لا، أوليات حيوانية هي عبارة عن كائنات وحيدة الخلية، فعشان كده بقول عليها أوليات، ماشي، بس هي من حقيقيات النواة وليست من أوليات النواة. زي برضو زي مين الأوليات الحيوانية عندي؟ زي الأميبا وزي البراميسيوم وزي الحاجة اسمها الجيارديا وحاجة اسمها بلازموديوم الملاريا. بلازموديوم الملاريا اللي بيسبب لي طبعا مرض اسمه مرض الملاريا، وحاجة اسمها تريبانوسوما. تريبانوسوما طبعا الأميبا دي من طائفة اسمها طائفة اللحميات، والبراميسيوم من طائفة الهدبيات، والبلازموديوم بتاع الملاريا ده من طائفة البلازموديوم الملاريا من طائفة الجرثوميات، والتريبانوسوما من طائفة الصوتيات، بيتحرك بواسطة الأصوات، وطبعا دي كلها من حقيقيات الإيه النواة. واليوجلينا نفس الفكرة برضو، اليوجلينا تعتبر يعني من الأوليات الإيه الحيوانية، بس كل حكاية إن هي بتكون ذاتية التغذية، لأنها بيكون عندها بلاستيدة خضراء بتقدر إن هي تصنع غذائها بنفسها. طيب كل دول بيكونوا تحت مملكة اسمها مملكة الطلائعيات، وطبعا أنا قلت لك الطلائعيات من حقيقيات النواة. الطلائعيات والفطريات والنباتات والحيوانات من حقيقيات النواة. فلما تسمع أوليات حيوانية تبقى فاهم إن الأوليات الحيوانية دي هي كائنات، أي نعم وحيدة الخلية، ولكن من حقيقيات النواة. إنما الأوليات، أوليات النواة هي البكتيريا فقط. أوليات النواة هي البكتيريا فقط، لا تحتوي على عضيات غشائية. بنراجع تاني سريعا كده، أنا عندي الكائنات الحية بقسمهم لنوعين من الكائنات الحية: كائنات أوليات النواة اللي هي البدائيات، يعني بقول عليها بدائيات النواة، ودي بتكون وحيدة الخلية فقط. إنما حقيقيات النواة بتكون ممكن تكون وحيدة الخلية، زي مثلا الأميبا اللي هي الأوليات الحيوانية، ماشي، الأميبا والبراميسيوم واليوجلينا والتربانوسوما، كل دي حقيقيات نواة وحيدة الخلية. وممكن يكون حقيقيات النواة عديدة الخلايا زي الإنسان والنباتات والكلام ده كله. طيب الأوليات أوليات النواة لا تحتوي على نواة، يعني مش بتحتوي على غشاء نووي، وبالتالي المادة الوراثية بتاعتها بتكون موجودة مباشرة في السيتوبلازم، تكون موجودة مباشرة في السيتوبلازم، بس خلي بالك هي بتحتوي على مادة وراثية، يعني مثلا هي مش بتحتوي على نواة ولكن بتحتوي على مادة وراثية. طيب زي مين؟ زي البكتيريا. زي البكتيريا، وطبعا مش بتحتوي على الكثير من العضيات الغشائية، يعني ما تلاقيش عندها بلاستيدة خضراء. لو مثلا لو كائن ذات التغذية زي النستو كده بتلاقي الكلوروفيل اللي موجود مباشرة، ما عندوش بلاستيدة خضراء، وبالتالي مش بيحتوي على كثير من العضيات الايه الغشائية. ولا تحتوي على صبغيات، لان كلمة صبغيات اللي هي الكروموسومات، يعني كلمة صبغيات كروموسومات، ماشي. طب الحتة دي هتفيدنا في ايه؟ هتفيدنا مثلا ان احنا هنفهم حاجة اسمها ايه الانشطار الثنائي. في نوع من انواع التكاثر اللاجنسي اسمه الانشطار الثنائي، انشطار الثنائي. كلمة انشطار ثنائي يعني بيكون مثلا معايا خلية اهيت، وبيكون جواها ولنفترض النواة، فالنواة ده هي بتنقسم نصين، وبعد كده الخلية دي تنقسم نصين فتديني خليتين، اسمه انشطار ثنائي، لانها بتنشطر وتديني خليتين. دي بتكون اتنين نون ثنائي المجموعه الصبغيه، ودي بتكون اتنين نون فبتديني خليتين، طبعا كل واحده فيهم اتنين نون، وده اسمه تكاثر لا جنسي. طب الانشطار الثنائي ده من ضمن الكائنات اللي بتحصل لها انشطار ثنائي هي البكتيريا. طيب وفي كائنات تانية زي الاوليات الحيوانيه. الاوليات الحيوانيه دهيت من حقيقيات النواه، لكن البكتيريا من اوليات النواه. فيجي يقول لك يبقى اثناء الانشطار الثنائي في البكتيريا تنقسم الصبغيات او تنقسم النواه، واقول لك صح ولا غلط، هتقول لي لا، هو اللي بيحصل ان البكتيريا الخليه كلها، يعني مثلا البكتيريا بتلاقي خليه كده ما عندهاش نواه فبتنقسم على طول مره واحده، تمام، وكمان ما بيكونش جواها صبغيات، يعني البكتيريا لا تحتوي على صبغيات. انما في الاوليات الحيوانيه هاجي اقول لك اثناء الانشطار الثنائي في الاوليات الحيوانيه تنقسم النواه، اه تنقسم النواه لانه عنده نواه، لكن البكتيريا ما عندهاش نواه، تمام. هتقول لي مثلا تنقسم او تنفصل الصبغيات، اه هنا تنفصل الصبغيات، لكن هنا ما تنفصلش الصبغيات لان البكتيريا ما عندهاش صبغيات. يبقى فهمنا ان المحاضره دي مهمه عشان خاطر نبني عليها الحاجات اللي جايه بعد كده، زي اللي هو طبعا الانشطار الثنائي ده اللي في المنهج اساسي معانا، ده اول صور من صور التكاثر اللاجنس اللي هناخدها ان شاء الله. طيب ماشي، يبقى خلاص فهمنا ان اوليات النواه لا تحتوي على صبغيات ولا تحتوي على كروموسومات، وكمان لا تحتوي على نواه، يعني اثناء الانشطار الثنائي مش بتنقسم النواه، هي الخليه كلها على بعضها بتنقسم.
انما انا عندي الحقيقيات النواة هي بتحتوي على صبغيات اللي هي الكروموسومات، يعني كروموسومات، وبتحتوي على عضيات غشائية، ميتوكوندريا، بلاستيدة خضراء لو نباتات، وهكذا. طيب بتحتوي طبعا الدي ان ايه بينتظم في شكل صبغيات، لكن هنا بيكون منتظم في شكل حلقه، يعني ملوش بدايه ولا نهايه، لكن هنا بيكون ليه بدايه وبيكون ليه نهايه. من امثلتهم طبعا الاربع، ما انا عندي خمس ممالك، مملكه اسمها مملكه البدائيات اللي هي البكتيريا، والاربع ممالك التانيين الطلائعيات اللي هي منها الاوليات الحيوانيه والفطريات والنباتات والحيوانات. طيب بالنسبه لشكل الدي ان ايه، قلنا ان شكل الدي ان ايه ده هنا بيكون حلقي على شكل حلقة، هنا بينتظم في شكل صبغيات، وكمان المادة الوراثية بتكون أحادي المجموعة الصبغية، الكائنات البدائية بتكون أحادي المجموعة الصبغية، لكن الكائنات الحقيقية إنها بتكون ثنائية المجموعة الصبغية، معظمها بيكون الشائع يعني فيها بيكون ثنائي المجموعة الصبغية، لأن إحنا بناخد مجموعة من الأم ومجموعة من الأب، فبيطلع لي كائن جديد بيكون فيه المجموعتين مع بعض، فبقول عليه ثنائي المجموعة الصبغية. برضو أنا عندي في البدائيات أو في البكتيريا أو أوليات النواة لا تحتوي على هيستونات. ليه؟ لأنها أصلا ما فيش كروموسومات، يعني الدي إن إيه مش بيتكثف علشان خاطر يكون لي كروموسوم، إنما هنا أنا عندي لا، الدي إن إيه بيتكثف في نوع معين من البروتينات اسمها بروتينات هيستونية، البروتينات الايه الهيستونيه، علشان يكون لي الكروموسوم. يعني الكروموسوم ده اصلا اهو ده كده كروموسوم، لما ببتدي ان انا اكبره بلاحظ ان هو عباره عن دي ان ايه متكثف جوه مين، جوه بروتينات هيستونيه. طب انا اصلا ما فيش كروموسومات في اوليات النواه. طيب ماشي، بعد كده في حاجه اسمها الاوليات الحيوانيه، قلنا الاوليات الحيوانيه زي مثلا او اليوجلينات زي مثلا الاميبا، براميسيوم، الجياردية، بلازموديوم الماليا، تريبانوسوما، دي كلها كائنات اوليات حيوانيه. يعني ايه اوليات حيوانيه؟ يعني كائنات وحيده الخليه بس من حقيقيات النواه، تبع مملكه مين؟ تبع مملكه الطلائعيات، تمام. والماده الوراثيه بتاعتها بتكون محاطه بغشاء نووي، يعني موجوده داخل النواه. طيب نيجي بعد كده، طيب نفهم بعد كده ان احنا عندنا نوعين من الكروموسومات، انواع الكروموسومات او الكروموسومات اللي هي الصبغيات. فانا بيكون عندي نوعين من الكروموسومات، او النوع بقول عليه اسمه احادي الكروماتيد، احادي الكروماتيد. كلمة كروماتيد ده كده كروماتيد اهوت، فلما يبقى الكروموسوم عبارة عن كروماتيد واحد بقول عليه أحادي الكروماتيد، لكن النوع التاني إن أنا ممكن ألاقي كروماتيد أهوت وفي كمان كروماتيد أهو، فده أقول على ده اسمه ثنائي الكروماتيد، ثنائي الكروماتيد. طيب كلمة ده كده اسمه عبارة عن كروماتيد، وده عبارة عن كروماتيد وكروماتيد، الاتنين بيتقابلوا مع بعض في حتة اسمها السنترومير، القطعة المركزية، يعني الجزء ده اسمه سنترومير، القطعة المركزية. يبقى أنا عندي نوعين من الكروموسومات، كروموسوم بيكون أحادي الكروماتيد، وكلمة كروماتيد، الكروماتيد هو عبارة عن واحد جزيء من الدي إن إيه، واحد جزيء دي إن إيه. يعني الكروموسوم أحادي الكروماتيد بيبقى عبارة عن جزيء واحد من الدي إن إيه، أهو واحد دوت من الدي ان ايه، لكن الكروموسوم ثنائي الكروماتيد بيبقى عباره عن اتنين جزيء من الدي ان ايه، بيحتوي على اتنين جزيء من الدي ان ايه. ماشي، يبقى احنا كده فهمنا الايه، فهمنا الكروموسومات في احادي وفي ثنائي. الاحادي ده احادي الكروماتيد يبقى فيه جزيء واحد دي ان ايه، طب الثنائي ده بيبقى فيه اتنين جزيء من الدي ان ايه. بعد ما فهمنا انواع الكروموسومات تعالى نعرف انواع الخلايا، نعرف انواع الخلايا. عند الخلايا بيكون في منهم نوعين اساسيين، بس انا خليهم ثلاثة عشان خاطر ما نتلخبطش. يعني عند الخلايا دي بيكون في منها ثلاث انواع، الاساسي معايا هي الخلايا الجسدية، خلايا جسدية، وخلايا تانية اسمها خلايا جنسية. ماشي، بس الخلايا الجسدية دهيت بيكون في منها نوع كده مختلف لوحده، هخليه على جنب كده، اسمه خلايا المناسل أو الخلايا التناسلية، المناسل أو بين قوسين كده هقول عليها الخلايا التناسلية، الخلايا التناسلية. طيب هي الخلايا الجسدية دي بتكون زي ايه؟ زي مثلا خلية الجلد، خلية الشعر، خلية مثلا في الكبد، خلية مثلا في كلية،
دي كلها اسمها خلايا جسدية. أحد الخلايا يعني الخلايا اللي بتكون موجودة في الجسد، اللي بتكون الجسد، جلد، شعر، كبد، كلية، دي كلها خلايا جسدية. الخلايا الجسدية دهيت بتحتوي على 2 نوع، يعني بتكون ثنائية المجموعة الصبغية، يعني بيكون فيها 46 كروموسوم. طيب الخلايا دهيت لما بتيجي تنقسم بتنقسم بنوع من الانقسام اسمه انقسام ميتوزي. انقسام ايه؟ بتنقسم الانقسام الميتوزي، الانقسام الميتوزي. وهنشرح الانقسام الميتوزي. كلمة انقسام ميتوزي يعني مثلا بيكون معايا خلية سريعا كده وهنروح له تاني ان شاء الله نفسره واحدة واحدة. بيكون مثلا معايا خلية بيكون فيها 2 نوع، بتنقسم بتديني خليتين 2 نوع، ده اسمه الانقسام الايه؟ الميتوزي. طيب امال ايه موضوع خلايا المناسل او الخلايا التناسليه؟ هي خلايا جسديه برضو، يعني هي برضو خليه جسديه. طب انا جبتها لوحدها ليه؟ لان هي بتنقسم انقسام ميوزي. طيب ايه هي اصلا خلايا المناسل؟ خلايا المناسل دي عندي الخصيه مثلا في الذكر، خصيه في الذكر، او عندي المبيض، المبيض في الانثى، او عندي حاجه اسمها المتوك في النبات، دي اسمها خلايا تناسليه. الخلايا دي او المناسل دي خلايا جسديه والله. يعني ايه؟ يعني بتحتوي على 2 نون، يعني ثنائية المجموعة الصبغية. طيب بتنقسم نوعين من الانقسامات، يعني بتنقسم الانقسام الميتوزي عادي بغرض النمو، يعني بيكون مثلا في خلية 2 نون بتديني خليتين 2 نون، الغرض من الانقسام ده هو النمو، بتكبر في الحجم. اصل خصية الطفل مثلا ما بتبقاش زي خصية الشخص البالغ، مثلا خصية المبيض في الانثى مش بي يعني مش بيكون نفس الحجم في انثى مثلا عندها 9 سنين زي انثى مثلا عندها 20 سنة، اكيد بيكبر. فعشان يكبر الخلايا بتاعته محتاجة انها تنقسم ايه؟ انقسام ميتوزي. فالغرض هنا من الانقسام الميتوزي هو النمو، كبر الحجم. لكن بتنقسم نوع تاني من الانقسام، النوع بقى بتكون لي الامشاك، فبتنقسم انقسام اسمه ميوزي. كلمة انقسام ميوزي ان انا يكون معايا خلية 2 نون، والخلية 2 نون دي تديني 4 خلايا نون. هنشرح برضو الانقسام الميوزي تديني 4 خلايا ايه؟ نون، يعني احادية المجموعة الصبغية. طب ايه الغرض من الانقسام ده؟ هو تكوين الامشاك، تكوين الامشاك او الجميطات. تمام، يعني مثلا لو انا معايا خلية في الخصية، خلية كده مثلا ده كده مثلا الايه؟ الخصية، بيكون فيه أنيبات منوية، الأنيبات المنوية بيكون جواها خلية، الخلية دي بتقعد إن هي تنقسم مثلا عشان خاطر تديني 4 خلايا، 1 2 3 4، دي بقى الحيوانات المنوية. فتبقى دي خلية 2 نون بتديني 4 خلايا، دي نون ودي نون ودي نون ودي نون، الحيوان الإيه؟ الحيوان المنوي. عشان خاطر برضه بيكون مثلا معايا كده المبيض أهوت، المبيض بيكون فيه خلايا اسمها خلايا بيضية إيه؟ أولية، بتكون عبارة عن 2 نون. ماشي، الخلايا دهيت او مش البيضيه الاوليه 2 نون، لا هي بيكون في مثلا الخلايا هنا، الخلايا دي بتبقى عباره عن 2 نون، بتديني الخلايا بقى بتنقسم وتديني خلايا بيضيه اللي هي ايه؟ اللي هي تديني 4 خلايا، 1 2 3 4، دي نون ودي نون ودي نون ودي نون. تمام، فالنون من هنا بيتحد مع النون من هنا ويكون لي كائن جديد بيكون ثنائي المجموعه الايه؟ المجموعه الصبغيه. طب وهنفهم اصلا ازاي ده اتكون وازاي ده اتكون في الدروس اللي جايه ان شاء الله بعد كده. طيب الخلايا التانية اسمها الخلايا الجنسيه. مين بقى الخلايا الجنسيه؟ اللي هي الحيوانات المنويه في الذكر واللي هي البويضات في الانثى، ودي بتكون احاديه المجموعه الصبغيه. يعني الحيوان المنوي بيكون نون والبويضه بتكون نون. تمام، فده نون وده ايه؟ وده نون. طيب بتنقسم ايه؟ لا هي ما بتنقسمش، يعني الحيوان المنوي ده مش بينقسم، هو بيحصل لهم بقى اخصاب، بيتحدوا مع بعض فيكونوا لي الايه؟ الزيجوت اللي هو بيكون عباره عن 2 نون. يبقى انا كده معايا انواع الخلايا 3 انواع، في خلايا بقول عليها خلايا جسديه. طيب ماشي، الخلايا الايه؟ الجسديه، وايه اللي حصل؟ خلايا جسديه وخلايا جنسيه، والجسديه بيكون في منها نوع مميز اسمها خلايا التناسليه او المناسل، وهي خلايا برضو جسديه. الخلايا الجسديه بتحتوي على 2 نون، 2 نون زي مين؟ زي الجلد، الشعر، الكبد والكليه،
يعني بيكون فيها 46 كروموسوم. لما بتيجي تنقسم بتنقسم ميتوزيا، بغرض ايه بقى؟ يعني مثلا انت قطعت حته في الجلد او قطعت خليه في الجلد، ففي خليه اللي جنبها التانيه هتنقسم علشان تعوض الخليه اللي ماتت، فلما تنقسم بتديني اتنين، والاتنين يطلعوا يعني الخليتين يطلعوا شبه الخليه اللي كانت الام بالظبط. فالانقسام الميتوزي ده من ضمن الخصائص بتاعته انه بيحافظ على الشكل، يعني بيطلع لي خليه شبه الام بالظبط. وفعلا دي اتنين ام، دي اتنين نون، ودي اتنين نون شبه الام بالظبط. طيب والخلايا التناسليه هي خلايا جسديه برضو، زي مين؟ زي الخلايا اللي بتكون موجوده في الخشيه او في المبيض او في المتوك في النبات، ماشي، او في المبيض برضو في النبات. يعني الخلايا التناسليه او العضو التناسلي في النبات اسمه برضو المبيض، زي برضو في الانسان وفي الحيوان برضو اسمه المبيض، انما المتوك ده كده زي الخشيه في الايه، في الذكر في الانسان، فاسمه حتى عضو التسكير في النبات. عضو التسكير في النبات اللي هو مين؟ اللي هو الموتوك، لكن عضو التسكير في الانسان اللي هو الخصية. طيب الخلايا بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على اتنين نو، يعني 46 كروموسوم. بتنقسم نوعين من الانقسامات، ممكن تنقسم ميتوزيا بغرض النمو، فيبقى مثلا خلية اتنين نون تنقسم ميتوزيا فتدينا خليتين اتنين نون، ماشي. وممكن تنقسم ميوزيا بغرض تكوين الامشاج او الجاميطات اللي هي الحيوانات المنويه. لو المبيض مثلا خلايا المبيض هتديني بويضات، لو مثلا خصيه هتديني حيوانات منويه، لو مثلا متوك هيديني حبوب لقاح، وبرده من ضمن الخلايا الجنسيه حبوب اللقاح، لان المتوك بينقسم طبعا الخلايا الموجوده فيه ميوزيا فتديني حبوب الايه، حبوب اللقاح، تمام. يبقى بغرض تكوين الامشاج. النوع اللي معايا الاخير اللي هو الخلايا الجنسيه، زي مثلا الحيوانات المنويه البويضات حبوب اللقاح، بتحتوي على 23 كروموسوم، يعني احاديه المجموعه الصبغيه، هو رمز لها بالرمز ايه؟ بالرمز نون. طيب تعالى بقى نفهم موضوع الانقسام الميوزي والانقسام الميتوزي، تحت عنوان هنقول عليه انواع الانقسامات. بيكون عندي انقسام اسمه انقسام ميتوزي، تمام، وعندي نوع تاني اسمه انقسام ميوزي. بص بقى، الانقسام الميتوزي ده بيحصل في الخلايا الجسدية، ماشي، اللي بيحصل فيه زي مثلا الكبد مثلا، زي الكلية، زي الجلد. طب ايه الغرض منه؟ الغرض منه النمو، الغرض منه مثلا التئام الجروح، التئام الجروح. يعني مثلا خليه جلد كده لما تيجي اجي اجرحك مثلا في حاجه، ففي خليه بتموت، فانا عايز اعوض مكان الخليه دي، فالخليه اللي جنبها بتنقسم انقسام ميتوزي، زي مثلا تعويض الانسجه التالفه، تعويض الانسجه التالفه. ساعات برضو بيكون ليه غرض تاني اللي هو غرض التكاثر، بس التكاثر في معظم الكائنات يعني في الكائنات وحيدة الخلية، في الكائنات وحيدة الخلية. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده، انا بيبقى مثلا معايا خلية جسدية، الخلية دي بتبقى عبارة عن اتنين نون، يعني ثنائية المجموعة الصبغية، يعني بيكون فيها 46 كروموسوم. الخلية ده بتنقسم بالانقسام الميتوزي فتدينا خليتين شبه الأم بالظبط، دي اتنين نون ودي برضو اتنين نون، تمام. طب ازاي اصلا خليه فيها اتنين نو، يعني فيها 46 كروموسوم، بتيجي تنقسم وتديني خليتين دي برضو فيها اتنين نون، يعني 46 كروموسوم، وده برضو 46 كروموسوم. هقول لك ان مرحله او الانقسام الميتوزي ده بيمر بعده مراحل، هنشرحها دلوقتي ايه المراحل اللي هي بتمر بيه. من ضمن المراحل اللي بيمر بيها الانقسام الميتوزي مرحله اسمها التضاعف، يعني الاتنين دول اصلا بيحصل لهم تضاعف، ال 46 كروموسوم دول بيحصل لهم تضاعف، جزيئات الدي ان بيحصل لها تضاعف. هفهمك ازاي بيحصل التضاعف، الكروموسومات نفسها مش بيحصل لها تضاعف، بس هنفهم الحته دي. طيب فتطلع لي خليتين اتنين نون شبه الام بالظبط. طيب الغرض من الكلام ده كله زي ما بقول لك كده الايه، النمو او التئام الجروح او تعويض الانسجه التالفه. خليه مثلا خليه جلد اتعورت، فانا محتاج ان انا اعوضها،
فطبعا لو في خلية ماتت انا محتاج اعوض اللي جنبها، تنقسم انقسام ميتوزيا عشان خاطر تديني ايه، تديني خليتين تعوض التلف ده. طيب ايه حتة موضوع التكاثر في الكائنات وحدة الخلية؟ كلمة التكاثر ده هي معناها زيادة العدد، زيادة الايه العدد. يعني مثلا لو معايا خلية عبارة عن يعني كائن هو عبارة عن خلية واحدة، ده كده كائن قدامي خلية واحدة، والخلية دي عبارة عن فيها 2 نون يعني فيها 46 كروموسوم. لو حصل لها انقسام ميتوزي هتديني ايه؟ هتديني خليتين، دي فيها 2 نون ودي فيها 2 نون. العدد زاد، اه العدد زاد، يبقى حصل تكاثر ولا ما حصلش تكاثر؟ حصل تكاثر. يبقى الكائنات وحيدة الخلية لما يحصل لها انقسام ميتوزي يبقى كده حصل لها تكاثر، لانها كون لي 2، الفرد نفسه بقى فردين، يبقى كده تكاثر. وخلي بالك برضو بتحصل في الكائنات عديدة الخلايا في حالات معينة كده، هنشرحها برضو ان شاء الله في فصل التكاثر، يعني في الكائنات وحيدة الخلية وفي حالات معينة، يعني حالات معينة في الكائنات عديدة الخلايا. طيب أمال إيه موضوع الانقسام الميوزي ده؟ الانقسام الميوزي ده بيحصل في الخلايا، هنا قلت لك الخلايا الجسدية، كل الخلايا الجسدية، لكن هنا بيحصل في الخلايا الجسدية معينة. مين بقى؟ الخلايا التناسلية، أي اللي هي خلايا المناسل. يعني الانقسام الميوزي ده مش بيحصل غير في المناسل بس، مش في كل الخلايا الجسدية، لأ ده بيحصل في خلايا المناسل، مع إن المناسل هي خلايا جسدية، أي نعم، بس الانقسام الميوزي هو بيحصل فيها بس، ما ينفعش يحصل في الكبد، ما ينفعش يحصل في خلية كلية ولا في خلية جلد، لا خلية من خلايا المناسل اللي هو مين؟ خلايا الخصية أو خلايا المبيض أو المتك. طيب إيه الغرض من الانقسام ده؟ أنا بيبقى مثلا معايا خلية هي 2 نون بتديني 4 خلايا، دي نون ودي نون ودي نون ودي نون. طب ازاي خلية 2 نون بتدينا 4 خلايا؟ بيكون في لما تيجي تجمعهم هتجمع هتلاقيهم عبارة عن 4 نون، برضو بيمر بمراحل من ضمن المراحل دي اسمها التضاعف. التضاعف. طيب ايه الغرض؟ هنشرح برضو المراحل ان شاء الله دلوقتي. ايه الغرض من الانقسام الميوزي؟ هو تكوين الامشاك. الغرض بتاعه هو تكوين الامشاك. طيب في حته احنا هنا بنلاحظها، بص كده، انا في الانقسام الميتوزي كان معايا خليه 2 نون فادتني خليتين 2 نون، يعني عدد الكروموسوم 46 كروموسوم هنا طلع لي 46 كروموسوم هنا، فاللي حصل ايه؟ حصل ثبات في العدد الصبغي، ثبات في العدد الصبغي. طب انت عارف، بص بقى الانقسام الميوزي انا كان معايا 2 نون طلع لي نون بس، يبقى حصل حاجه اسمها ايه؟ اختزال العدد الصبغي. يبقى في الانقسام الميوزي بيحصل اختزال العدد الصبغي، لكن الانقسام الميتوزي بيحصل فيه ثبات للعدد الصبغي. يبقى نميز ما بين كلمه اختزال يعني انقسام، انا كان معايا 2 نون فاداني نون، فيبقى كده اختزال في العدد الايه؟ في العدد الصبغي. طيب تعال نفهم بقى مراحل الانقسام الميتوزي، نفهم كده مراحل الانقسام الميتوزي وبعد كده نشرح ان شاء الله مراحل الانقسام الايه الميتوزي. بص كده، انا بيكون معايا خلية، ولنفترض خلية في خلية جسدية من خلايا الانسان، يعني مثلا خلية جلد. خلية الجلد دي بتكون عبارة عن، ادي كده خلية جلد اهي، بيكون جواها نواة، ماشي، جوه النواة بيكون في 46 كروموسوم، 46 كروموسوم، ماشي، يعني بيكون مجموعتين صبغيتين، مجموعة من الأم ومجموعة من الأب، لأن خلية الجلد خلية جسدية بيكون فيها 2 نون. طيب الكروموسومات اللي بتكون موجودة في الحالة الطبيعية اسمها كروموسومات أحادية، احنا خلاص عرفنا أنواع الإيه؟ أنواع الكروموسومات، فتبقى كروموسومات أحادية. واتنين نون يعني مجموعة من الأب ومجموعة من الأم، فبنلاحظ إن دي كده مجموعة الإيه؟ المجموعة اللي خدناها من الأب أهي، ده كده كروموسوم 1 وده كروموسوم 2 وده كروموسوم 3. كروموسوم ماله؟ كروموسومات أحادية، يعني بيبقى معايا ونفترض كده إن دول 23 كروموسوم، ماشي، اللي هما 23 كروموسوم من الأب،
يعني الثلاثة دول بس، عشان خاطر مش هقعد ارسم ال 23 كروموسوم، لا دول ثلاثة بس بيعبروا لي عن 23 كروموسوم من الأب ماشي، ومن الأم بيكون في كمان 23 كروموسوم أهو ماشي، فيبقى دول كده عبارة عن 23 كروموسوم من الأم. طيب 23 من الأب و23 من الأم، ده نون وده نو، يبقى الخلية فيها إيه؟ فيها 2 نو ماشي، يبقى فيها كام كروموسوم؟ 46 كروموسوم. 46 كروموسوم أحادي ولا 46 كروموسوم ثنائي؟ لا 46 كروموسوم أحادي الكروماتيد ماشي، يبقى أنا معايا كده 46 كروموسوم أحادي الكروماتيد. طيب 46 كروموسوم أحادي الكروماتيد يبقى فيهم كام جزيء دي إن إيه؟ يبقى فيهم 46 جزيء دي إن إيه، يعني معايا 46 كروموسوم أحادي يبقى كل كروموسوم عبارة عن جزيء دي إن إيه ماشي، يبقى 46 جزيء دي إن إيه. دي كده الخلية في الوضع الطبيعي. قبل ما الخلية بتنقسم بتمر بطور اسمه الطور البيني. الطور الإيه؟ الطور البيني. يبقى الخلية هتدخل بطور اسمه طور ما قبل الانقسام، ما قبل الانقسام، الطور ده اسمه الايه؟ الطور البيني، مرحلة من مراحل الانقسام يعني، الطور البيني. طيب فبنلاحظ ان الخلية بيحصل تضاعف للمادة الوراثية، فده كده دي كده الخلية ماشي، وده كده النواة ماشي، فهيحصل لها، هيحصل للكروموسومات تضاعف، فالكروموسومات اللي هي جاية من الأب هيت هيحصل لها تضاعف، فيبقى الكروموسوم بدل ما يكون أحادي بالشكل اللي قدامي ده كده هيكون ثنائي، فتلاقيه عامل كده فيبقى أنا معايا دلوقتي كام دول 23 كروموسوم برضو، 23 كروموسوم يعني برضو نوع بس حصل لهم تضاعف ماشي، وكمان معايا كان بيكون معايا 23 كروموسوم من الأم اللي هي المجموعة التانية بس كروموسومات أحادية، هيحصل لهم تضاعف هما كمان، فيدوني كام عمر؟ يدوني يبقى أنا أصبح معايا دلوقتي، خلي بالك بقى تيجي تعد الكروموسومات، دول 23 من الأب ودول 23 من الأم، فعدد الكروموسومات هما 46 كروموسوم برضو، 46 كروموسوم برضو، هما 46 كروموسوم بس المرة دي كروموسومات ثنائية، يبقى 46 كروموسوم ثنائي، ثنائي ايه؟ الكروماتيد. طيب 46 كروموسوم ثنائي الكروماتيد يعني كده 2 نو، مجموعتين صبغيتين، مجموعة من الأب ومجموعة من الأم. طيب يكون فيهم كام جزيء دي ان ايه؟ لا في الحالة دي بقى خلي بالك 46 كروموسوم ثنائي الكروماتيد يبقى وكل كروموسوم بيكون فيه 2 جزيء دي ان ايه، يبقى 46 في 2 يبقى 92 جزيء دي ان ايه. ليه؟ هو حصل تضاعف لجزيئات الدي ان ايه بس ما حصلش تضاعف للكروموسومات، يعني الكروموسوم نفسه هو هو الكروموسوم، هم 46 كروموسوم عمت ادوني 46 كروموسوم برضو، فعدد الكروموسومات ثابت، عدد الكروموسومات ثابت، بس خلي بالك بقى في الحالة الطبيعية كان معايا 46 كروموسوم احادي الكروماتيد، وطالما 46 كروموسوم احادي الكروماتيد يبقى كده فيهم 46 جزيء دي ان ايه. طيب دخلنا الخلايا رايحه تنقسم فبتمر بطور اسمه الطور البيني اللي هو ما قبل الانقسام، ما قبل الانقسام هيحصل تضاعف لمين؟ تضاعف للكروموسومات ماشي، حصل تضاعف حصل تضاعف للماده الوراثيه، مش تضاعف الكروموسومات، تضاعف للماده الوراثيه، فال 46 كروموسوم الاحادي بقوا 46 كروموسوم ثنائي، بقى معايا كام؟ بقى معايا كده كده 2 نو، كام جزيء دي ان ايه؟ لا بقى معايا 92 جزيء دي ان ايه، لان انا في الاول كان معايا 46 جزيء دي ان ايه، فلما حصل لهم تضاعف بقى معايا 92 جزيء دي ان ايه. طيب بعد كده الخليه هتدخل في طور اسمه الطور التمهيدي او الطور التحضيري، بدأ طور تاني بقى تمهيدي او طور تحضيري. اللي بيحصل في الطور التمهيدي كل الحكايه ان انا بكسر الغشاء النووي ده كده، الخليه بتبتدي ان هي تتمهد، فده كده الخليه ماشي، وما بيكونش بقى في موجود مين، خلاص انا بفصل او بشيل الغشاء النووي ده، فبتبقى الكروموسومات موجوده في السيتوبلازم مباشره،
فيبقى معايا ادي كده اللي هي ال 23 كروموسوم بتوع الأب، ومعايا كمان ال 23 كروموسوم بتوع الأم، فده اسمه طور تمهيدي أو طور تحضيري. بعد كده هبتدي إن أنا أدخل على طور تاني اسمه الطور الاستوائي. الطور الإيه؟ الاستوائي. ماشي، عبارة عن إيه الطور الاستوائي؟ بنلاحظ بقى إن الكروموسومات بتروح تصطف عند خط الاستواء، فنلاحظ إن دي كده الإيه؟ آدي الخلية. نلاحظ بقى إن الكروموسومات بيجوا عند خط الاستواء، فنبص هنا كده آدي كده 1 2 3. ماشي، وادي كده 1 2 3. طيب بيكون بقى في حاجة اسمها ايه؟ الجسم المركزي، سنتروسوم. بيكون في حاجة اسمها ايه؟ جسم مركزي او ليه حاجة اسمها سنتروسوم. هنا بيكون في جسم مركزي اهوت، وهنا بيكون في جسم مركزي. الجسم ده بيطلع منه خيوط اسمها خيوط المغزل، خيوط اسمها خيوط الايه؟ المغزل. تبدأ انها تسحب مين؟ تسحب الكروماتيدات، مش بتسحب الكروموسومات، تسحب الكروماتيدات. فنلاحظ بعد كده بقى ندخل على طور تاني اسمه الطور الانفصالي. تمام، فالطور الانفصالي، بس خلي بالك بقى، بص كده، هو انا في الطور التمهيدي ده بيكون معايا كام كروموسوم؟ بيكون معايا 46 كروموسوم، يعني 2 نون. ماشي، يعني بيكون معايا، وخلي بالك، 46 كروموسوم ثنائي، يعني بيكون معايا 92 جزيء دي ان ايه. كذلك نفس الكلام برضو في الطور الاستوائي. نيجي بقى في الطور الانفصالي، بلاحظ ان انا بيتكون معايا خليتين، دي كده خلية ودي كده خلية، فبس الكروموسومات بقى بتبدأ انها تتوزع تاني. فبلاحظ ان انا هنا بيدخل كروموسوم وهنا بيدخل كروموسوم، هنا واحد وهنا واحد، هنا واحد وهنا واحد، بتبدأ انها تتوزع. خلاص بقى باخد الكروموسومات الثنائية ده، هي ببدأ ان انا اوزعها، نصها بيروح هنا ونصها بيروح هنا. طيب نفس الفكرة برضو في الكروموسومات بتاعت الأم، اهي هنا واحد وهنا واحد، هنا واحد وهنا واحد، هنا واحد هنا واحد، ده اسمه الطور الايه؟ الانفصالي. بس كده بعد كده بدخل على الطور التاني اسمه الطور النهائي. في الطور النهائي بكون الخليتين بتوعي اهمت، دي كده خليه ودي كده خليه، بس طبعا بيكون جواهم مين؟ بيكون جواهم بقى خلاص بكون الايه؟ الغشاء النووي، وكون بقى عدد الكروموسومات بتوعي الثلاثه اللي هم بتوع الاب، ادي 1 2 3، 1 2 3، وهنا هيكون التلاتة بتوع الايه؟ اللي هم 1 2 3، 1 2 3. فأصبح دلوقتي أصبح ما معايا خليتين، الخلية دهيت بيكون فيها 46 كروموسوم، بس كروموسوم ايه؟ أحادي الكروماتيد، ودي نفس الفكرة 46 كروموسوم. تمام، بس ايه؟ بس برضو كروموسوم أحادي. ماشي، هنا بيكون 2 نون، مجموعتين اهي، دي مجموعه نون ودي مجموعه نون، هنا نفس الفكره برضو بيكون معايا مجموعتين، بس هنا بقى حصل ايه؟ انقسام لمين؟ للماده الوراثيه، فهيطلع معايا 46 دي ان ايه، وهنا 46 دي ان ايه، فكون معايا خليتين ايه. بص بقى، دي المواصفات دي بتاعت الخليه النهائيه، تعال نقارنها بمواصفات الخليه الام الاساس خالص معايا اهي، اللي هي الخليه بتاعت الجلد، نفس الفكرة 46 كروموسوم أحادي الكروماتيد، 2 نون، 46 جزيء دي ان ايه. يبقى اللي حصل دلوقتي في الانقسام الميتوزي، يبقى تعالى نلم الكلام ده كله في صفحة واحدة، الانقسام الميتوزي، ان انا كان معايا خلية جسدية فيها 2 نون، فيها 46 كروموسوم، فيها 46 دي ان ايه. ماشي، الخلية دي دخلت على طور اسمه طور بيني. طور ايه؟ طور بيني. تمام، فكونت لي خلية بيكون فيها 2 نون ب46 كروموسوم، بس 92 دي ان ايه. تمام، بعد كده دخلت على طور تمهيدي وطور انفصالي، في النهاية كونت لي خليتين اهم.
خليتين فيهم اتنين نون ب46 كروموسوم ب46 دي ان ايه. هنا خلية فيها اتنين نون ب46 كروموسوم برضو ب46 دي ان ايه، ده كده كروموسوم. يبقى انا دلوقتي عند الانقسام الميتوزي دهوت بيحافظ على ثبات العدد الصبغي، 2 نون طلع لي 2 نون، خليتين فيهم 2 نون، يبقى حافظ على ثبات الايه؟ العدد الصبغي. طيب نيجي بعد كده للانقسام الميوزي، نفهم الانقسام الميوزي ايه اللي بيحصل فيه. انقسام الميوزي، بص كده، لو انا مثلا معايا خليه من دي كده الخصيه اهيت، في خليه موجوده مثلا في دي حاجه اسمها انيبات منويه، الانيبات المنويه بيكون جواها خلايا، يعني خلايا الخصيه بتكون خلايا جسديه بس اسمها خلايا المناسب، بتحتوي على 2 نون. فلو هناخد الخليه دي اهيت خليه 2 نون، الخليه دهيت بيحصل لها انقسام اسمه انقسام ميوزي اول، ميوزي اول، فبتدينا خليتين نون، دي نون ودي نون. طيب الخليتين النون دول بيطلع معايا كل واحدة بتديني 2، والانقسام ده اسمه ميوزي تاني، فدي بيبقى فيها نون 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 نون، فيبقى الناتج معايا النهائي 4 خلايا، 4 خلايا بتحتوي على نون، يعني بيحصل اختزال للعدد الصبغي. يعني لو هنا 46 كروموسوم دي بيكون فيها 23 كروموسوم، ودي كذلك 23، ودي برضو 23، ودي 23، يعني حصل حاجة اسمها اختزال للعدد الصبغي، اختزال للعدد الصبغي عن طريق طبعا ان هو بيمر بمرحلتين، مرحلة اسمها انقسام ميوزي اول وانقسام ميوزي تاني. الميوزي الاول زي الانقسام الميتوزي بالظبط. بص كده تعالى هناخد خلية مثلا من خلايا الخصية دي كده، قلنا اللي هي الايه الخصية، هتكون لي مين في النهاية؟ هتكون لي الحيوان، الحيوان المنوي. طيب تعال نفهم الحيوان المنوي بيتكون ازاي داخل الخصية. بص كده احنا هناخد خلية من خلايا الخصية اهي، ده كده الغشاء بتاعها تمام، وبيكون جواها نواة، ودي طبعا خلية جسدية عادي خالص. طيب خلية جسدية يعني بيكون جواها 46 كروموسوم، يعني 2 نون، يبقى 46 كروموسوم، يعني وخلي بالك 46 كروموسوم أحادي يعني 2 نون، يعني 46 جزيء دي ان ايه. طيب ماشي، تعالى بقى نوزع الكروموسومات، ادي كده معايا هم دول 23 كروموسوم من الأب، يبقى دول 23 مجموعة بشاور لهم بالرمز ايه؟ نون، ودول 23 برضه نفس ما خلية جسدية، دول 23 برضه، دول 23 نون، عشان كده بقول عليهم كام؟ 2 نون. ماشي، هيحصل لها نفس الفكرة، هتدخل في طور اسمه طور ايه؟ بنوي، اللي هو ما قبل الانقسام، ما قبل الانقسام، اللي هو الطور الايه؟ البيني. تمام، فيحصل تضاعف للصبغيات، فطبعا طلع لي بقى ارسم لي الخليه تاني، دي كده الخليه ودي كده النواه، هيحصل بقى معايا تضاعف للصبغيات، فيبقى عندي الكروموسوم اللي هو كان احادي ده هيبقى ثنائي، والكروموسوم الاحادي ده برضو هيكون ثنائي اهوت. لا تمام، هو حصل تضاعف للمادة الوراثية، لكن الصبغيات عددهم زي ما هما، يعني ايه عددهم زي ما هما؟ يعني انا كده كده معايا 46 كروموسوم ماشي، بس خلي بالك بقى الكروموسوم المرة دي ثنائي، يعني بدل ما كان احادي بقى كروموسوم ثنائي ماشي، بقى معايا طبعا هما 2 نون ماشي، يعني ثنائي المجموعة الصبغية، بقى معايا المرة دي 92، حصل تضاعف للمادة الوراثية، 92 جزيء دي ان ايه. طيب تمام، ندخل بعد كده على الطور التاني اللي هو الطور التمهيدي او التحضيري او التمهيدي ماشي، بعد كده الغشاء بتاعها، بس كل حكاية بقى ان انا ايه ببدأ اعمل تضاعف للوضعيات مثلا الغشائية، الوضعيات بيحصل لها تضاعف عشان خاطر تجهز نفسها للانقسام بعد كده عادي خالص ماشي، فبشيل بقى ايه الغلاف النووي ده،
وتبدأ الكروموسومات تبقى موجودة في السيتوبلازم. ماشي، يبقى كده اهوت كروموسومات ثنائية الكروماتيد اهوت ال23 دول، ودول كده ال23 التانيين اهم. ماشي، بعد كده هبدأ ان انا ادخل على الطور التاني اللي هو الطور الاستوائي، يبقى من التمهيدي للاستوائي. ماشي، ده كده الطور الاستوائي. بس خلي بالك بقى، في الطور الاستوائي انا في الانقسام الميوزي رصيتهم كلهم جنب بعضهم في خط واحد اهو. لا، انا عندي بقى في الطور الاستوائي بالنسبة للانقسام الميوزي بيختلف. ليه؟ بحطهم بقى جنب بعض. بمعنى بص كده، دول ثلاثة همت، ودول دول ال23 يعني، ودول ال23 التانيين، فبيجوا جنب بعض كده. وطبعا هيجي في مين بقى؟ السنتروسو اهو، فيطلع لي خيوط المغزل. خيوط الايه؟ خيوط المغزل. فالانقسام ده او الطور ده اسمه الطور الاستوائي الاول. احنا عندنا هنمر بمرحلتين، مرحلة اسمها الانقسام الميوزي الاول، والانقسام الميوزي الثاني. فبص بقى، احنا عندنا قلنا ده طور بيني، فقول عليه طور بيني اول. ماشي، او التحضيري ده او التمهيدي الاول، وده برضه هقول عليه الاستوائي الاول. الاستوائي الاول ليه؟ لانه بيكون في الانقسام الميوزي الاول. بس بقى في الطور الاستوائي الاول بيحصل بقى الاختلاف كله. اول اختلاف لاحظته معايا ان انا عندي الكروموسومات بدل ما كانت بتترص كلها عند خط الاستواء، يعني كلها في خط واحد، لا انا رصيتها في خطين. تاني حاجة بيحصل معايا ظاهرة اسمها ظاهرة العبور. ظاهرة العبور، ودي السبب بقى في التنوع بتاع مين؟ بتاع الصفات الوراثية. بمعنى بيكون مثلا معايا كروموسوم اهوت، الكروموسوم اللي بيبقى مثلا ورثه من الاب اهو، وده كده، تعال نكبرها شوية، ده كده كروموسوم اهوت بتاع الايه؟ الاب، وكروموسوم تاني اللي الشخص ده بيكون ورثه من الام اهوت. ظاهرة العبور ان انا مثلا باخد حتة من هنا كده، يعني في حتة من هنا، ببدأ ان انا اركبها هنا، والعكس مجرايح مثلا واخد الحتة دي مركبها هنا كده، واخد الحتة دي اركبها هنا كده. فالظاهرة دي اسمها ظاهرة الايه؟ ظاهرة العبور. بتحصل فين الظاهرة دي؟ بتحصل في الاستوائي الاول. يبقى دلوقتي اللي هيحصل ان انا هاخد حتت من الكروموسومات دي احطها هنا، وحتت من الكروموسومات دي احطها هنا. تمام، يبقى ركب لي بقى كده. الظاهرة دي اسمها ايه؟ ظاهرة العبور، ودي السبب في التنوع الوراثي. عشان كده الانقسام الميوزي بيديني تنوع وراثي او تنوع في الصفات اكتر من الانقسام الميوزي بيديني تنوع اكتر من الانقسام الميتوزي. طيب بعد كده بقى بيحصل حاجه اسمها الطور الانفصالي. هندخل بقى على الطور العادي اللي هو الطور الانفصالي، الانفصال الاول. بكده معايا يكون خليتين اهمت، دي كده الطور الايه؟ الطور الانفصالي الاول. فاخد بقى الثلاث كروموسومات بتوعي او ال23 كروموسوم من هنا، بص كده، بس يبقى ده اسمه انفصالي اول. بعد كده بدخل على النهائي اول. ايه اللي بيحصل في النهائي الاول؟ بتديني طبعا الخليتين خلاص بقى، وبكون الاغشيه بتاعتهم. ده كده خليه ودي خليه، الخليه النهائيه، وبكون الغشاء النووي اهوت. بس وابدا ان انا ادخل الكروموسومات اللي هنا بتكون موجوده هنا، والكروموسومات اللي هنا بتدخل هنا. طيب انا عندي دلوقتي في الحاله دي حصل بقى ايه؟ اختزال الصبغيات. حصل اختزال الصبغيات. طيب تعال ناخد عدد الصبغيات. انا عندي في الطول البيني قلت لك 46 كروموسوم، بس بيكون ثنائي واثنين نون، ويكون معايا 92 دي ان ايه. طيب بعد كده في التحضيري او التمهيدي هيكون نفس الفكره، معايا 6
واربعين كروموسوم، اتنين نون، بس كروموسوم برضو ثنائي، ماشي، اتنين نون. طيب وبيكون معايا 92، 92 جزيء دي ان ايه. طيب بروح بقى في الاستوائي وببدأ ان انا افصلهم، نفس الفكرة في الاستوائي لحد ما اروح للانفصالي. الانفصالي هنا ده بيكون فيه 23 كروموسوم، يعني بيكون نون بس 23 كروموسوم بيكونوا ب46 جزيء دي ان ايه. خلي بالنا هنا كده، هي دي نون بس نون فيها 46 دي ان ايه. ليه؟ لان الكروموسومات ده هي ثنائي، يبقى الكروموسوم بيكون ثنائي. وهنا نفس الفكرة، بيكون 23 كروموسوم ثنائي بنون، طالما 23 كروموسوم يبقى نون. طيب ثنائي، ثنائي يعني كده كل كروموسوم بيكون فيه 2 دي ان ايه، يبقى 23 في 2 ب46 دي ان ايه. طيب ابدأ ادخل على النهاية، النهاية نفس الفكرة برضو، نفس الارقام هنا، هي دي نفس الارقام دي، هي دي. طيب كل خلية بقى اخدها من دول، كل خلية من دول هتبتدي انها تديني خليتين، دي نون ودي النون، اللي هو الانقسام الانقسام الميوزي الثاني، هيحصل انقسام ميوزي ثاني. يعني همسك الكروموسومات دهيت الثنائيه دهيت وابدا ان انا اقسمه، ده يروح هنا وده يروح هنا، ده يروح هنا وده يروح هنا، ده يروح هنا وده يروح هنا، وهكذا، ده يروح هنا وده يروح هنا، وده يروح هنا وده يروح هنا. فطبعا يطلع كل خليه من دول هتديني خليتين، دي تديني، دي تديني اتنين نون، ودي تديني اتنين نون. والخلايا اللي تبقى طالعه جديده دي هيبقى فيها 23 كروموسوم وفيها نون، بس المره دي بقى خلاص، ما انا هديه 23 كروموسوم ونون، و23 كروموسوم هيكون فيها احادي، يعني هيكون فيها 23 جزيء دي ان ايه. ودي كذلك هيكون فيها 23 كروموسوم بس المره دي هيكون احادي، وطبعا هتكون نون ب 23 دي ان ايه. ويبقى كده خلصنا الانقسام الايه، الانقسام الميوزي.